قطاع الأكسجين الطبي في الهند والإصابات اليومية بكورونا تتجاوز 300 ألف. لقاح ياباني ضد كورونا من فوجي فيلم في آخر مراحل التجارب السريرية، واكتشاف خصائص جديدة للسلالة البريطانية من فيروس كورونا. التفاصيل معي في العربية الصحة، فأهلا بكم. أعلنت الهند تسجيل نحو 315 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، في أعلى حصيلة يومية في العالم منذ تفشي الفيروس، فيما تعاني المستشفيات في نيودلهي من نقص حاد في الأكسجين، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسمياً في الهند ثاني أكثر الدول تضرراً في الوباء إلى 15,900,000، فيما أصبح العراق أول دولة عربية يصل عدد المصابين فيها بكورونا إلى 1,000,000 وفق موقع وورلد ميتر. قالت شركة فوجي فيلم القابضة إنها بدأت تجربة المرحلة الثالثة الجديدة في اليابان من عقار أفيغان الخاص بها والمضاد لفيروس كورونا. واجهت الموافقة المحلية على العقار المضاد للفيروسات لعلاج كورونا انتكاسة في ديسمبر الماضي، بعد أن قالت لجنة بوزارة الصحة إن بيانات التجارب غير حاسمة. وتحولت فوجي فيلم على مر السنوات من الكاميرات التقليدية وحلول المكاتب إلى الرعاية الصحية. وقالت الشركة في بيان إن الدراسة الجديدة تستهدف المرضى الذين تبلغ عمرهم 50 عاماً أو أكثر، وكذلك أولئك المعرضين لخطر الإصابة بأعراض خطرة. اكتشف أطباء ألمان أن حاملي السلالات البريطانية من سارس كوف 2 لا يعانون تقريباً من مشاكل فقدان حاستي الشم والتذوق، كما رصد العلماء في دراسة نشرت في الموقع المتخصص ميد أركايف أن كوفيد 19 حين يمر بشكل خفيف يكون أصحابه أكثر عرضة للمعاناة من التهاب الحلق والسعال. يشار إلى أن السلالة البريطانية من النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيل ظهورها بواسطة الوراثة من المملكة المتحدة في ديسمبر 2020. كشفت دراسة صادرة عن جامعة برمنغهام البريطانية أن الاعتناء بنظافة الفم واللثة يومياً يساعد في تخفيف العدوى بفيروس كورونا، حيث تبين أن الفيروس ينتقل عبر رئتين من اللعاب، كما أنه ينتقل من الفم أيضاً إلى مجرى الدم، خاصة إذا كان الأفراد يعانون من أمراض اللثة، وذلك طبقاً لما ورد في موقع ميديكال إكسبرس.